على ما يراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطته لإفشال جهود وقف إطلاق النار وإجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. هل يراهن على الولايات المتحدة أم أنه يراهن على ائتلافه المتطرف الذي يقود حكومة الاحتلال؟ ففي كافة جولات التفاوض التي تمت على مدار الأشهر الماضية، سعي نتنياهو لإفشال جميع الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة خوفاً من المساءلة عن أحداث 7 أكتوبر أو ما يعرف باسم أحداث طوفان الأقصى. ومنذ 10 أشهر وحتى الآن لم ينجز نتنياهو أي من الأهداف التي أعلن عنها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، فلم ينجح في القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها التحتية من جهة، ولم يستطع الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين كما وعد بالداخل والخارج من جهة أخرى. لكن فيما يبدو فإن نتنياهو يراهن على تماسك حكومته المتطرفة أمام المطالبات التي تدعوها لوقف الحرب التي حصدت دماء الأبرياء في قطاع غزة. فكلما ازداد قصف الاحتلال للقطاع المحاصر، ازدادت حكومة نتنياهو المتطرفة تصلباً وإصراراً في الإضرار بالفلسطينيين، وهو أحد الرهانات التي يسعى إليها نتنياهو. مراقبون بدورهم أوضحوا أن نتنياهو يمارس عمليات تسويف وخداع بهدف إطالة أمد العدوان وعدم وضع نهاية لحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بهدف البقاء في منصبه وعدم الوقوف أمام المساءلة. ويبقى السؤال بعد 10 أشهر من القصف والدمار والخراب في قطاع غزة، متى تتوقف آلة العدوان الإسرائيلية التي حصدت أكثر من 120 ألف شهيد ومصاب من أبناء الشعب الفلسطيني؟